الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بقي في الضابط الذي ذكرته آنفا فرع واحد، وهو: ما الحكم لو تساوى الموجودون في صفات المؤذن المعتبرة شرعا؟ فكيف نعرف المستحق منهم؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أنه عند تساوي الصفات يخرج المستحق بالقرعة، فالقرعة تميز الحق والمستحق. ولذلك أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس لما تشاحوا في الأذان يوم القادسية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فمتى ما تساوى المؤذنون المتقدمون في هذه الصفات المذكورة في الدرس الماضي فإننا نخرج المستحق منهم بالقرعة، فالقرعة هي آخر الحجج، ولا ينبغي أن تستعمل في أول الأمر إلا إذا عدمنا البراهين كلها، فحينئذ نفزع إلى هذا التمييز والمسمى بالقرعة. وتمييز المستحق بالقرعة كان في شريعة من قبلنا، فهذا الله عز وجل يقول عن نبيه يونس: فساهم فكان من المدحضين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذا هو القرعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فمتى ما تساوى الحقوق فإننا نخرج المستحق بالقرعة، حتى قال الفقهاء من باب اللطائف: إنه لو طلق واحدة من نسائه عيناً ولكن نسيها، وكل واحدة أخفت هذا الأمر، كل واحدة تقول: ليس أنا ما طلقتني ولله الحمد، وهو نسي، فيقول العلماء: تساوت الحقوق في هذه الطلقة، فإذا نخرج المستحقة منهم بالقرعة وتبرأ ذمتنا، مع أنه قد لا توافق القرعة الحق، لكن هكذا أمرنا الشارع، فنحن نفعل ما أمرنا به شرعاً.